ازدادت الفصول الدراسية بعودة أكثر من 3 مليون طالب وطالبة، فيما هيئت المدارس استعداداتها بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، ومن هذه الفئات طلاب ذوي الإعاقة، فما هو تأثير العودة الحضورية عليهم في التعليم العام والعالي؟ والحديث أكثر يضم معنا مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد خبراني، مسؤول العلاقات العامة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. مرحبا أستاذ خالد، صباح الخير. مرحبا فيكم وصباحكم سعيد. أهلا وسهلا أستاذ ثامر، أهلا وسهلا أستاذ أبو دور، حياك الله، وصباح حافل بالنجاح بإذن الله. بإذن الله. طيب أستاذ خالد، يعني ما هو الأثر الذي سيتحقق من عودة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة إلى مقاعد الدراسة؟ في البداية دعني أن أنتهز هذه الفرصة بأن أبارك الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عودة أبنائهم الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة. لا شك أن التأثير سيكون بشكل إيجابي كبير جدا من ناحية الاندماج والمشاركة، وكذلك التفاعل مع الوسائل، ومساعدة أيضا التربويين على معرفة أبنائهم من الطلاب في الخطط الفردية. وكما تعلمون أن الإعاقات مختلفة، وكذلك سيؤثر ذلك على المحصلة التعليمية لدى الطالب حينما تكون هناك وسائل مساندة ووسائل مساعدة لهم. نعم أستاذ خالد، خبرنا أكثر عن الجهود اللي قامت فيها الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مواصلة التعليم، سواء التعليم العام أو العالي. تسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى الرعاية والوقاية بما يسهم في تمكينهم بالمجتمع. فيما يخص التعليم، الهيئة بشراكتها الدائمة مع وزارة التعليم والإمكانات التي وفرتها قيادتنا الرشيدة للطلاب والطالبات، تساهم في المشاركة في إصدار العديد من الأدلة والسياسات والبرامج، كما تشارك في عدد من لجان وزارة التعليم في إيجاد الخدمات ووضع الترتيبات التيسيرية للطلاب والطالبات. أما من ناحية الجامعات، تسعى الهيئة كذلك إلى وجود عدد كبير جدا من المقبولين ذوي الإعاقة في الجامعات، وهذا أثر بشكل كبير على علاقة الهيئة مع الجامعات بشكل إيجابي، حيث وقعت الهيئة خلال الفترة القريبة الماضية اتفاقيتين في تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما تساهم مع العديد من الجامعات في وضع البرامج والخطط للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مواصلة التعليم بشكل شامل ومواعن بإذن الله. نعم. جميل جدا. أستاذ خالد، طيب ما هي الرسائل التي توجهونها للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة؟ أنا لو تسمح لي ثلاث رسائل بسيطة جدا. الرسالة الأولى هي للطلاب والطالبات، واصلوا تعليمكم من أجل أن نصل وإياكم إلى مجتمع شامل لكم، إلى خدمات تضاهي طموحاتكم، إلى ترتيبات تساهم في مساهمتكم الداعمة والشاملة في المجتمع. الثالث هي التربويين والتربويات في المدارس والأساتذة في الجامعات. ليست كل الإعاقات ظاهرة، يحتاج الطلاب ذوي الإعاقة إلى ترتيبات معينة لكل إعاقة مختلفة، وهذا من خلال الطالب أو الطالبة أو أسرهم في التعليم العام لمعرفة إعاقتهم. الرسالة الثالثة هي أولياء الأمور، حفزوا أبنائكم، اسعوا من أجل تمكينهم، ساهموا في جعلهم مساهمين في المجتمع ومندمجين بشكل أفضل وأكثر بإذن الله.